هلا والله شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايكم فيديو جديد عن تحديات لعبة Red Dead Redemption 2، ويلا نشوف التحديات اليومية. التحدي الأول مطلوب عندكم تصنعون اللي هو الهورس كير، اللي هو معالج الحصان أو الخيل. التحدي الثاني مطلوب عندكم تاكلون 5 من اللحم اللي موجود عندكم. التحدي الثالث مطلوب عندكم تقتلون 5 من الأعداء وانتم ماخذين كفر، يعني محتمين خلف ساتر أو أي مكان، مثلا هذا المكان محتمين عنده، وبعديها تقتلون 5 من الأعداء. التحدي الرابع مطمع عندكم تقتلون 1 هيف فاير بأي مود من مودات الشو داون. مودات الشو داون اللي هم وقت ما تروحون على كويك جوين، وهم هذول مودات الشو داون، ويفضل أن تدخلون تيك أوفر سيريس. بالنسبة لهيف فاير اللي هي بدون ما تسوون سكوب إن، مجرد ما تطلقون اللي هو R2. سهل عليكم هذا التحدي، تستخدمون سلاح الشوتجن، راح يكون أسهل لكم أن تقتلون العدو اللي ضدكم. مجرد ما تطلقون هيب فاير وتقتلون واحد، راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الخامس مطلوب عندكم تجمعون 5 من الطيور الصغيرة. التحدي السادس مطلوب عندكم اللي هو تنجحون بقتل اللي هو فخ العصابة. طبعا أكثر مرات نزلت هذا التحدي، طبعا هبين لكم مكان اللي موجودات فيه، مثلا هذا المكان. وقت ما تروحون على هذا المكان اللي محدد لكم، راح توصلون هناك، راح تلاقون عصابة مسوي لكم فخ يريدون انه يقتلوكم، فلازم تقتلوهم انتو، وراح يخلص عندكم هذا التحدي، وراح أبينكم أماكن اللي يتواجد بيها. وطبعا اذا ما لقيتم هذول الاماكن، كل عليكم تسووه اللي هو تغيرون السيرفر، مجرد ما تروحون على الاونلاين وتروحون على الفري روم وتدخلون على الفري روم، وراح يغيركم على سيرفر ثاني. التحدي الاخير مطلوب عندكم تزورون اي متجر بمدينة رودز. بالنسبة لتحديات الأدوار، فالتحدي الأول من المونشاين مطلوب عندكم تتنقلون مسافة أوكي. أما بالنسبة لتحديات الأدوار، فالتحدي الأول من المونشاين مطلوب عندكم اللي هو وقت ما تروحون تبيعون بضاعة مونشاين، تتنقلون مسافة 4827. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تشربون من المونشاين مالتكم، شرط أن يكون سترونج يعني قوي،
يكون قوي وقت ما تطورون اللي هو الموين شاي مالتكم. التحدي الثالث مطلوب عندكم تبيعون بيعتين مفضلتين. بالنسبة لتحديات التاجر أو التريدر، التحدي الأول مطلوب عندكم تتبرعون بعشرين حيوان أي حجم من الحيوانات كان. التحدي الثاني مطلوب عندكم تبيعون بضاعة للتاجر، شرط أن تكون لا تقل عن 200 دولار. التحدي الثالث مطلوب عندكم تتبرعون بعشر حيوانات تكون حجم صغير. بالنسبة لتحديات الكولكتر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم اللي هو تجمعون 3 من رأس السهم. التحدي الثاني مطلوب عندكم تجمعون 3 من أشياء الكولكتر بعد ما تقتلون الأعداء، يعني تروحون على أي عدو تقتلوه وتأخذون أغراضه ممكن تلاقون عنده أشياء الكولكتر. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تجمعون 3 من مجوهرات المفقودة. طبعا أي شيء تحتاجوه على ردد مواقع الكولكتر وأوقات الإيفنتات حتحصلوها تحت بالوصف. بالنسبة لموقع مدام نزار لهذا اليوم فتحصلوه بهذا المكان بالضبط، شمال أنسبرغ. بالنسبة لتحديات الباونتي هنتر، فراح نبين تحديات للناس اللي ما عندهم باونتي هنتر ليفل ماكس، وبعدين راح نبين للناس اللي عندهم الشخصية ليفل ماكس. بالنسبة لتحديات الباونتي هنتر اللي عندي اللي هي مو ليفل ماكس، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تلعبون 2 باونتي هنتر. التحدي الثاني مطلوب عندكم وقت ما تمسكون الباونتي هنتر تأخذون أغراضه. التحدي الثالث مطلوب عندكم تلعبون 2 باونتي هنتر من مكان واحد، يعني تروحون على أي بوست موجود وكم بي اللي هو بورد الباونتي هنتر تلعبون 2 من مكان واحد. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم باونتي هنتر ليفل ماكس، فالتحدي الأول مطلوب عندكم اللي هو تمسكون الباونتي هنتر به هو حبل الرينفورسد لاسو اللي هو هذا الحبل. بعد ما تمسكوه بالحبل تربطوه وراح يسوي لكم هذا التحدي. طبعا مطلوب عندكم تمسكون 3. التحدي الثاني مطلوب عندكم تتبعون الباونتي هنتر بخاصية الإيجل آي اللي هي خاصيتي الشخصية. والتحدي الأخير لهذا اليوم اللي هو تلعبون هارد باونتي هنتر اللي يكون عليه 3 علامات الدولار، أو تلعبون ليجندري باونتي هنتر. مطلوب عندكم 1 فقط. إن شاء الله تكون أفدتكم هذا الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة إذا مو مشترك، وفعل الجرس وشارك الفيديو كل أصدقائكم يلعبون ردد. أشوفكم في فيديو ثاني. سلام.